السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد عادل من موقع بوابة السويس التعليمية. اليوم سوف نقوم بشرح خطوات التسجيل على موقع رياض الأطفال للعام الدراسي 2021. طبعا في بعض البنود تم تغييرها هذا العام، وبعض شروط القبول تم تغييرها أيضا، حيث العام الماضي كنا نسمح بتسجيل 17 مدرسة الموجودة على مستوى محافظة السويس في البرنامج، ولكن هذا العام قمنا بتغيير سياسة التسجيل، حيث إنه متاح لك اختيار مدرسة متميزة مع مدرسة رسمية تجريبي فقط، وذلك سوف يكون حسب العنوان المرفق في عقد الإيجار، ولابد من الالتزام بالمربع السكني الخاص بحضرتك. أولا سوف نقوم بالدخول على موقع البوابة من خلال الرابط الذي قمنا بالإعلان عنه على بوابة السويس التعليمية على صفحتنا على الفيسبوك. بعد الدخول على البوابة سوف نقوم بقراءة جميع التعليمات التي ذكرناها على الموقع، وهذه التعليمات مهمة جدا، فيرجى من حضراتكم قراءتها بعناية شديدة جدا. بعد الانتهاء من قراءة التعليمات سوف نقوم بإظهار اللينك الخاص بتسجيل الدخول على الموقع في الميعاد المحدد للتسجيل. بعد الضغط على زر التسجيل الدخول سوف يقوم بالانتقال إلى الصفحة التالية، والتي سوف نقوم بإدخال الرقم القومي للطفل من واقع شهادة الميلاد، وهو 14 رقم، يرجى كتابته بعناية شديدة جدا. أولا سوف نقوم بكتابة الرقم القومي في الخانة المخصصة للرقم القومي، كمثال 3 15 12 كمثال مثلا 09 0 400 1 2 3. ثم نقوم بالتأكيد على تاريخ الميلاد من واقع الشهادة، حيث أن هذا الرقم الذي قمنا بإدخاله مواليد 9/12/2015. نقوم باختيار السنة أولا 2015، ثم اختيار شهر الميلاد اللي هو شهر 12، كتابة يوم الميلاد وهو يوم 9. فعند تطابق تاريخ الميلاد مع الرقم القومي أو مع تاريخ الميلاد المذكور في الرقم القومي سوف تظهر لنا أيقونة تسجيل الدخول. بالضغط عليها سوف ننتقل إلى المرحلة التالية، وهي مرحلة تسجيل بيانات الطفل. وعند كتابة بيانات الطفل يرجى مراعاة الدقة في كتابة البيانات. أولا سوف يقوم البرنامج تلقائيا باستخلاص بيانات طفلك من واقع الرقم القومي، إذ إنه يحدد النوع، تاريخ الميلاد، جهة الميلاد، والسن في أول أكتوبر. كمثال الطفل المذكور أمامنا فإنه في أول أكتوبر يكون عمره 4 سنوات و9 أشهر و24 يوم. في الخطوة التالية، وهي البيانات الأساسية للطفل المتقدم إلى مدارس رياض الأطفال، سنقوم بكتابة اسم الطفل رباعيا كما هو وارد في شهادة الميلاد، كمثال جودي مؤمن صالح محمد. ثم نقوم باختيار خانة الديانة، ثم اختيار الجنسية، ثم اسم والد الطفل أو ولي الأمر. في حالة لا قدر الله أن والد الطفل متوفي، نقوم بكتابة اسم ولي أمر الطفل في هذه الخانة. وفي حالة وجود والد الطفل يتم كتابة اسم والد الطفل، كمثال مؤمن صالح
محمد، ثم إدخال رقم التليفون الخاص بالوالد بطريقة صحيحة كمثال 012-02-02-03-04. بعد إدخال رقم التليفون الخاص بالوالد نقوم باختيار المنطقة السكنية التابعة لها، حيث أن المنطقة السكنية في هذه المرحلة سوف تحدد لك المدرسة اللي حضرتك هتدخل عليها مباشرة أو هتكون في حيز النطاق الجغرافي اللي حضرتك ساكن فيه. كمثال لو أنا ساكن في مثلا الجناين فأختار قطاع الجناين كله، وبالتالي فهتظهر لي مدرسة مثلا زي مدرسة محمد فريد. طب لو أنا مثلا ساكن في الزراير مثلا أو شارع النيل هتظهر لي المدارس المربوطة بشارع النيل، كمثال ممكن تظهر لنا مدرسة مثلا موسى بن نصير أو مدرسة الناصر الجديدة. فلازم حضرتك بتحدد المنطقة السكنية بتاعتك عشان الخطوة اللي بعديها هيكون الخطوة اللي هيكون فيها اسم المدرسة اللي حضرتك على أساسها اخترت المنطقة بتاعتك. فكمثال أنا لو اخترت شارع النيل هاجي أكتب في العنوان بتاعي مثلا 15 شارع النيل برج مثلا الزهراء، بعد كده هكتب الوظيفة بتاعت الوالد إذا كان موظف أو مهندس محاسب أيا كان وظيفته. هنيجي للخانة المهمة جدا برضو وهي خانة اسم أم الطفل، ودي لابد أنها تتكتب بطريقة صحيحة وأن اسم الأم يكون نفس الاسم الوالد في شهادة الميلاد بتاعت الطفل ويكون رباعي. فحضرتك مثلا هتيجي تكتب اسم الطفل أم الطفل مثلا مي، سمير مثلا، حسن، رسلان. بعد كده برضو رقم التليفون بتاع الأم أو الأب، أهم حاجة إن رقم التليفون يكون موجود على الموقع بصورة صحيحة بحيث إن لو في أي مشاكل واجهتنا أثناء التنسيق بنقدر نتواصل مع حضراتكم عشان نحل المشكلة ديت في أسرع وقت. كمثال رقم تليفون الأم 011-11-50-50-40. وظيفة الأم إذا كانت ربة منزل، مهندسة، محاسب، أيا كان. النقطة اللي ممكن بعض الناس بيسأل عليها كتير، لو أنا ليه أخ في نفس المدرسة، لو حضرتك ابنك ليه أخ في نفس المدرسة وأنت بتقدم له السنة دي ولو توفرت شروط السن في نفس المدرسة إن هي تقبل ابنك، فحضرتك هتحط لي على علامة له إخوة في المدرسة علامة صح، هيظهر لك مربع آخر، المربع ده هتقول لي إن أخوه موجود في المدرسة اللي اسمها مثلا الناصر الجديد. فبالتالي كده انا لما اجي اعمل ترتيب او لما اجي اشتغل في التنسيق مع حضرتك، لو لقيت ان سن ابن حضرتك يناسب السن المتوفر في المدرسة برحله على نفس المدرسة اللي فيه اخوه، بس لازم يكون سن ابن حضرتك مناسب لدخول نفس المدرسة. اذا كان سن ابن حضرتك غير مناسب لدخول نفس المدرسة بيتم توزيعه على أقرب مدرسة في النطاق الجغرافي لعنوان حضرتك. بعد كده إذا حبينا نذكر رقم التليفون الأرضي بنكتبه، إذا حبينا نذكر البريد الإلكتروني بنكتبه، والاختيارين دول ليس إجباريا. بمجرد الانتهاء من كتابة جميع بيانات الطفل الأساسية وإن أنا اتأكدت منها تماما وإن هي كلها صحيحة ما فيهاش أي مشاكل، أقدر دلوقتي أضغط على الإقرار بتاع ولي الأمر إن كل البيانات اللي أنا أدركتها في هذا النموذج إيه صحيح. بضغط عليها بيحولني للصفحة اللي فيها البيانات الأساسية اللي أنا كتبتها للطفل، اسم الطفل، رقمه القومي، تاريخ ميلاده، النوع، محل الميلاد، سنه في أول أكتوبر، اسم ولي الأمر، تليفونه، المنطقة اللي أنا اخترتها،
محل الإقامة، وظيفة الأب، واسم الأم، تليفونها، وظيفتها، المدرسة التي بها إخوة. طيب حضرتك لو أنت لقيت إن في أي بيان موجود هنا في أي نوع من الخطأ، نسيت حرف، نسيت اسم، حضرتك حابب تزود حاجة في العنوان، عند حضرتك زرار في أقصى اليمين أو أقصى الصفحة مكتوب عليه تحرير أو تعديل بيانات الطفل، بتضغط عليه بيبدأ يفتح لحضرتك الخانات المصرح ليك فيها بالتعديل. لو اسم الطفل تمام يبقى خلاص مش هعدل فيه، اسم ولي الأمر تمام مش هعدل فيه. لو أنا كتبت بقى هنا مثلا العنوان بتاعي فيه خطأ وحابب إن أنا أصلحه بصلحه، مثلا بدل برج الزهراء مثلا برج مثلا الأمل. تمام. نفس الوقت لو حضرتك لقيت إن المنطقة اللي أنت اخترتها فيها مشكلة في التسجيل، أو إن المنطقة دي مش موجودة في نفس النطاق اللي حضرتك اخترته، ممكن تغيره من القائمة دي. بس عشان تعرف إن حضرتك بمجرد ما بتغير المنطقة بيتم حذف جميع بيانات المدارس التي تم تسجيلها من قبل. يعني لو احنا كنا في الأول اخترنا زي ما احنا موجودين على نفس النمط شارع النيل، ودخلنا اخترنا المدارس اللي في نطاق شارع النيل، وجيت بعد كده غيرت المنطقة، هترجع تلاقي بيانات المدارس كلها اتحذفت. فبالتالي لازم تعيد ترتيبها من أول جديد مع اسم المدرسة الجديدة في نفس النطاق أو الحي اللي حضرتك اخترته. بعد الانتهاء من تأكد من البيانات بدوس على علامة صح. كده تم حفظ البيانات. الخطوة الأخيرة والمهمة وهي خطوة اختيار المدارس اللي حضرتك هتتقدم لها أو هترشحها للطفل. بتضغط على التقدم إلى المدارس. في التعليمات هنا بنقول لحضرتك إن أنت يمكنك اختيار عدد 6 من المدارس كحد أقصى. يمكنك اختيار عدد 5 منهم مدارس متميزة لجميع أحياء السويس كحد أقصى، ومدرسة واحدة كحد أدنى. كما يمكنك اختيار عدد 1 مدرسة من اللغات الرسمية الإنجليزية تم تحديدها لكم بالتوزيع الجغرافي. فأصبح المحصلة عندنا كحد أدنى إن احنا ممكن نختار مدرسة واحدة متميزة ومدرسة واحدة تجريبي، أو ممكن نختار الخمس مدارس المتميزة مع مدرسة واحدة تجريبية. تمام. هنيجي هنا في الاختيار الأول، هنقول له مثلا إن أنا عاوز مدرسة مصطفى مشرف كمثال، مدرسة تانية عاوز مثلا أحمد زويل، الاختيار التالت عاوز مثلا مصر الخليج، الاختيار الرابع عاوز حسين مؤنس، في الاختيار الخامس 25 يناير، في الاختيار السادس هاخد المدرسة اللي هي في النطاق الجغرافي اللي هي المدرسة التجريبية العادية وهي موسى ابن نصير. حضرتك ليك الأحقية في ترتيبهم بأي طريقة تعجبك. تمام. وحضرتك لازم تبقى عارف اللي انت برضو مسؤول عن ترتيبك للرغبات. ففي حالة حضرتك كتبت لي رغبة رقم 1 كمثال هي المدرسة التجريبي موسى ابن نصير، وبعديها مدرسة متميزة، وسن ابن حضرتك اتقبل في موسى ابن نصير، فكده احنا مش هنقدر ان احنا نوديه مدرسة متميزة، لان هو كده كانت اول رغبة لحضرتك هي المدرسة التجريبي العادية. فعند اختيار المدارس يرجى مراعاة الدقة في اختيار المدارس وترتيبها بصورة صحيحة. بعد الانتهاء من الترتيب بضغط على كلمة إضافة. بمجرد الضغط على الإضافة بيتم ظهور الريبورت النهائي والتقرير النهائي اللي حضرتك هتبدأ تطبعه وهتحتفظ بيه لحين صدور النتيجة، وده بيضمن لحضرتك الاختيارات اللي حضرتك اخترتها. طبعا حضرتك بتقول لي أنا ممكن أغير الاختيارات خلال الشهر كله. حضرتك أنا بعتمد آخر اختيار حضرتك وقعت عليه أول ما بقفل الموقع، يعني بمجرد ما أنا ببدأ أقفل الموقع خالص بعمل إحصائياتي على آخر اختيارات حضرتك اخترتها. فحضرتك لازم تبقى مراعي جدا الاختيارات اللي أنت اخترتها، وكون عارف أنت معاك أنهي ورقة بالظبط طبعتها فيها الاختيارات الأخيرة اللي أنت اخترتها للطفل،
لان طبعا بيبان عندي برضو في الريبورت التاريخ اللي تم طباعه فيه اخر ريبورت خاص بالطفل او تم تعديل اخر رغبه للطفل على الموقع. بعد الانتهاء من هذا، لو حضرتك حابب ان انت تعدل ترتيب المدارس للطفل، انا حاطط لحضرتك زرار تحت بتدوس على كلمة تعديل ترتيب المدارس. لو حابب ان انت تعدل ترتيب المدارس ديت مرة اخرى بتدوس على كلمة تعديل ترتيب المدارس. بمجرد الضغط على كلمة تعديل بيقولك ان انت كده هتعمل حذف واعادة تعيين لكل المدارس اللي حضرتك اخترتها. بقول له اوكي، بلاقيه صفر لي كل الجدول، اصبح الجدول كله فاضي بالنسبة لي. بعمل إعادة تعيين تاني لنفس الاختيارات من الأول، ممكن أحط تاني بقى موسى بن نصير الأول، أحط بعدها مصطفى مشرفة، أحط مثلا أحمد زويل، أحط بعدها مصر الخليج، أحط بعدها مثلا حسين مونس، أحط بعديها 25 يناير، وأقول له إضافة. أصبح كده التعديل تم تغييره. تمام؟ بمجرد الانتهاء من التعديلات اللي حضرتك عملتها وأصبح كل شيء تمام، بتضغط على طباعة بيانات الطفل. بتضغط حضرتك على طباعة بيانات الطفل. طب لو في أي بيانات عايز تعدلها تاني، أو كمثال أنت مثلا حسيت إن أنت اخترت موسى بن نصير ديت وهي موسى بن نصير دي مثلا مش في نطاقك الجغرافي، بتضطر تاني إن أنت ترجع للبيانات الأساسية للطفل ومنها بتغير المنطقة ومنها بترجع تاني تختار المدارس من أول وجديد في الجدول الموضح أمامنا. تمام؟ كده إحنا انتهينا من شرح كيفية التسجيل على موقع رياض الأطفال. وبعد الانتهاء زي ما قلنا لحضرتك بتروح دايس على طباعة بيانات الطفل، بتظهر قدامك حضرتك الصفحة الخاصة بالطباعة. لو حضرتك ما عندكش جهاز كمبيوتر، ما عندكش طابعة في البيت، تمام، بتقدر ان انت تحفظها نسخة بي دي اف من خيار البرنت سيف اس بي دي اف، وبتعمل سيف وبتروح على اللوكيشن اللي حضرتك عاوز تحفظ فيه البيانات كمثال، وبتبدا تحفظ الصفحه على الديسكتوب. اتمنى ان يكون الشرح وافي، ولاي استفسار حضرتك محتاجني فيه رقم تليفوني موجود على السايت. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.